انا مبسوط بصراحه. انا نيفين شوكت مامة زين الدين محمد. بالنسبه لليوم النهارده اكتر من رائع ومنظم وكلنا انبسطنا، يعني فعلا فعلا اختيار موفق النيرسري دي بجد. يعني هاي، انا شروق مامة اياد. الاكسبيرينس النهارده كانت لذيذه قوي. فكره ان احنا بنحتفل كلنا البيرنتس مع البيبيز مع التيتشرز بيدي احساس ان احنا كلنا عيله مع بعض، فانا مبسوطه بالاكسبيرينس كامله وبجد ثانك سو ماتش على الاميزنج داي ده. بيز عامله يوم حلو قوي قوي قوي، يوم ممتاز بصراحه. الاطفال كلها مبسوطه، الاطفال كلها بتشارك، يعني حقيقي اليوم جميل جدا وفوق الاكسبكتيشنز بكتير. يعني دكتور نوران مامة يوسف، النهارده كان يوم جميل جدا واتبسطنا جدا وبجد ميرسي قوي للشيربيز. اليوم حلو جدا جدا، في اكتيفيتيز كتير جدا، الولاد مبسوطين قوي، في كومبيتيشن بينهم عايزين يتسابقوا ويوصلوا يعملوا حاجات حلوه، فالايفنت حلو قوي واورجنايزد جدا.